وعلى مدار ساعتين من الزمن استمتع الجمهور لمجموعة من أغاني المألوف أداها ببراعة المطرب عباس ريغي. المألوف هو تراث جزائري، تقاليدنا وحاجة تراديسيونيل، حاجة كيما نقول كلام نقي، كلام تاع الماضي تاعنا، تاريخنا. المألوف القسنطيني سيتادير سي نو راسين، سي نوتر باسي، سي كبرنا عليه، أنا بيرسونيلمون كبرت عليه. سي تو سي دي سوفونيغ دونفون، سي ان تو. كي سمع المألوف سمع الفرقاني، أنا من الجيل تاع الحاج محمد. مألوف غني على التعريف. المألوف القسنطيني صنع التميز بنغماته الأصيلة، وهو إرث غنائي أندلسي بالشرق الجزائري. المألوف موسيقى وفن وتراث يمثل أصالتنا، يمثل مدينة قسنطينة، يحكي تاريخ مدينة قسنطينة، وموسيقى حبيناها من منذ الصغر. يعني المألوف دركا أصبح رفيق الدائم تاعي، يعني موسيقى اللي عباس ريغي والمألوف، يعني زوج حوايج اللي ما نقدرش نفرقوهم على بعضهم. هو فن غنائي كلاسيكي يعكس عراقة مدينة قسنطينة بلمسة عصرية تتناسب مع الأذواق الجديدة.